السبت تاريخ انتهاء الأجل القانونية المحددة لإيداع ملفات الراغبين في الترشح. ستغلق السلطة المستقلة للانتخابات أبوابها على أن تشرع في الجولة الثانية من العملية الانتخابية في مرحلة التمحيص والفحص بعد استلام الملفات. وفي هذا الإطار نشير إلى أن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أجل اللي هو أجل 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، فتقوم خلال هذه الفترة بمراجعة وتدقيق في ملف متعلق بالترشح، وتفصل بعد مدة 7 أيام بقرار معلل. يعني القانون اشترط أن يكون القرار مسببا ومعللا فيما يتعلق بقبولها أو رفضها لأي ترشح. وتفاديا لأي اتهامات قد تطال سلطة الانتخابات، فإن هذه الأخيرة جندت طاقما يتكون من 200 شخص لمراجعة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، وتعول على المراقبة اليدوية خاصة في بعض الحالات كالتدقيق في صحة التوقيعات بتشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة. طبعا هنا في إطار القواعد العامة المتعلقة بإمكانية الطعن، أشارت نفس المادة اللي هي 141 إلى إمكانية أن يطعن الراغب في الترشح في قرار السلطة الوطنية، ولكن أعطت له أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه، بمعنى أنه يحق له أن يطعن في محتوى ذلك القرار في أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه، وهذا الطعن راح يكون أمام المجلس الدستوري. طبعا هنا عندنا المجلس الدستوري عنده أجل، وهو أجل 7 أيام لدراسة الطعون. أسبوع فاصل لإعلان قائمة الأسماء الراغبة في الترشح لرئاسية ديسمبر التي اجتازت مرحلة الغربلة، لتنطلق بعدها الحملة الانتخابية بين المتنافسين على تربع قصر المرادية. آخر يوم.